أعلن مجلس المناقصات والمزايدات تسجيله نتائج لافتة بتطبيق أسلوب الطرح المثالي للمناقصات والمزايدات الحكومية خلال عام 2022. وقد سجلت الإحصائيات ارتفاع نسبة المناقصات العامة المطروحة لتصل إلى 83% مقارنة بعام 2021، ما يؤكد على الأهمية التي يوليها المجلس لسرعة الاستجابة للطلبات الواردة. لمواصلة اتباع أفضل الممارسات الدولية واستمرار النهج الذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله، شهد مجلس المناقصات والمزايدات ارتفاع نسبة المناقصات العامة المطروحة لتصل إلى نسبة 83.1% من إجمالي عدد المناقصات المطروحة مقارنة بالأعوام الأربع الماضية، في حين سجلت المناقصات المحدودة انخفاضا إيجابيا لتصل إلى ما نسبته 13.3% من إجمالي عدد المناقصات مقارنة بعام 2021. كما سجلت أيضا نسبة المناقصات المطروحة انخفاضا إيجابيا بأسلوب التعاقد المباشر من 4% في 2021 إلى 3.6% خلال عام 2022. ويؤكد هذا الانخفاض الذي أتى بصورة إيجابية ويترجم حجم الجهود التي يكرسها المجلس ترجمة لتطلعات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدعم المسيرة الاقتصادية من خلال تعزيز التنافسية بين الموردين والمقاولين. وفي السياق، يحرص المجلس على مواصلة الاهتمام بمؤشر الاستجابة للطلبات الواردة إليه من الشركاء وفق الخطط الزمنية الموضوعة في مؤشر واضح وملموس يبرهن الأهمية التي يوليها المجلس لسرعة الاستجابة للطلبات الواردة إليه، ما يضمن توفير الخدمات وتنفيذ المشاريع الحكومية. إلى ذلك، يواصل مجلس المناقصات والمزايدات تطلعاته لانتهاج أفضل الممارسات المؤسسية من أجل الارتقاء بمجال المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية والوصول بها للمستويات والمعايير العالمية بالارتكاز على قيم النزاهة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، والتي تعتبر أهم مرتكزات المسيرة التنموية الشاملة، وتؤكد الاستراتيجية الواضحة التي ينفذها في سبيل مواصلة التطوير على مختلف الأصعدة.